انا بغيت نقول لكم بانه حنا داخلين الان في واحد البرنامج ديال التنزيل. حنا كنعملوا اجتماعات مع السيد وزير الصحه واحد العدد ديال الوزراء اللي هما مكلفين بقطاعات مختلفه باش نتعاونوا جميع للتنزيل، لانه دابا اللي حنا في هذا يعني الكيفيه كيفاش اشتغلنا انه بدينا بكري وخرجنا النصوص وعاونتونا باش نخرجوا النصوص فعلا في اقرب وقت، وغادي يدوزوا للتطبيق ديالهم، والتطبيق راه هو تحول كبير في النظام ديال الصحه ديالنا، و سي اون ريفورم اللي هي امبورطونت. دونك غادي نمشيو مثلا ملي كتمشي يعني لي سونتر المجموعات الصحيه الترابيه، فهذا يعني تحول كبير، لان غادي تولي هذيك هي المجموعه ديال الصحه ديال المنطقه اللي غادي يتبعوا لها المستشفيات يعني الجهويه، المستشفيات الاقليميه، لي ديسبونسير، كاع الامكانيات كلها ديال الصحه غادي تكون تماك، وغادي يكون فيها واحد السير كبير، وغادي يكونوا اطباء اللي هما كثار، وغادي يكون فيها السي اش يو كذلك لا فورماسيون. دونك هذا الشيء هذا خاصك توجدوا، لان هذاك هذه المجموعه خاصها توقف على رجليها بعد. اولا خاصها يعني تحاول تجيب الماكسيموم ديال لا روسيت، الا ما دخلاتش المدخول ديالها راه كيديه القطاع الخاص، هو كيبقى في المغرب ما عندنا مشكل، ولكن انه خصنا نخدموا عليهم. دابا انا العمل ديالي مع السيد الوزير نشتغلوا باش تكون واحد المردوديه، واحد لاتراكتيفيتي، يعني واحد الجاذبيه لهاد يعني المستشفيات ديال الدوله، باش يجيو ليها الناس اكثر، باش يكون فيها امكانيات اكثر، لانه فيها استثمار أكثر، فيها دكاترة وأطباء اللي هما أكفاء، واللي نبغيو أنه المغاربة يمشيوا لهذ المستشفيات. دابا أنا أعطينا الإمكانيات لكل شيء، ولكن الآن يعني كحكومة كرئيس الحكومة أنا متجه يعني القطاع العام باش يكون في المستوى ويتقاد مع القطاع الخاص، ومن بعد اللي بغى يربح العام طويل زعما كي بيناتهم يشتغلوا ليسونسيال انهم نعطيهم الامكانيات ديال النجاح يعني ان شاء الله في المستقبل، وهذا غادي نقوموا به هذه السنه.